إذن نشاهد هذه الصور وألسنة اللهب والدخان المتصاعد والحرائق في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد استهدافها مجددا هذه الليلة، تحديدا عند 11 من هذه الليلة، بسلسلة جديدة من الغارات الجوية العنيفة والتي استهدفت عدة مناطق، كما دخلت مناطق أخرى في دائرة الاستهداف لأول مرة، نذكر منها بلدة القماطية في علي، والذي أدى إلى سقوط 6 شهداء من بينهم 3 أطفال و11 جريحا في حصيلة أولية. شو بدي احط عليها؟ كيف؟ هذا السوري شو معنى بالانجليزي؟